الفائدة من هذه الدورات والهدف من هذه الدورات هو عدة أهداف نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحققها بمنه وكرمه، ومنها أن يأخذ المشاركون في هذه الدورات نصيبهم من العلم الشرعي المسند المتلقى شيخا عن شيخ وطبقا عن طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتنور بواطنهم بهذه العلوم النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. من أهداف هذه الدورات أيضا الاهتمام بجانب التزكية الشرعية الإسلامية التي حثنا القرآن عليها في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، فبوجود هذه الدورات وفي هذه البيئة الإيمانية من الأذكار والصلوات والتعرض للنفحات والرحمات الإلهية في آخر الليل تحصل التزكية للمشاركين فيها. من أهم مقاصد هذه الدورات أيضا بث الاهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يأخذ المشاركون فيها شرف الاهتمام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظمة الاهتمام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعرفون على أهمية الدعوة وتصوراتها الحقيقية وتنوعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم اقتصارها على نوع واحد من أنواع الدعوة إلى الله، ليست الخطابة فقط والتدريس. فيأخذ المشاركون في هذه الدورات أهمية الدعوة ومنزلة الدعوة والقيام بها وسعة الدعوة